ولكن هنا مشوش ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق مشوش هنا بشعار حمد بن صالح راعي الطيرة العامري. سلام يا ابو محمد، سلام، تهانينا والناموس، ومشكور يا ابو غانم السعيد بن الصغير المالكي من يتابع هذا الشعار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سالم بن محمد بن حريك المنهالي مع الصعب بينما ثالث الاسماء شعار ايضا حمد بن محمد السمح العامري، سالم بن مسلم بن طرشوم العامري، بن طرشوم العامري، عيال الشيبة، عيال الشيبة، لمن ناموس هذا الشوط، لمن انتصار هذا المسار، بن طرشوم، بن طرشوم، بن طرشوم، يقدم شعاره، يقدم شعاره، سالم بن مسلم بن طرشوم العامري، مشكور يا ابو مسلم، مشكور يا ابو مسلم، باسم الجمهور المشجعين لهذا الشعار. المركز الثاني مهاب حمد بن محمد بالسمح العامري، المركز سيطرة مبدعة بإبداعة، سلام للمرة الثانية لهاني السمحة. صباح الخير يا عبد الله، يا ابن أحمد يا ابن عود الرميذي، يتحكم بالغبض بالشوط الأول الأبكار، بالشوط الأول الجعدان، سلام يا هاني السمحة، سلام قبل طلوع الشمس يا أبو أحمد، الناموس مطلوب للغاية. صباح الخير بالإنجاز الجميل، تهانينا على فوز الفارس بالنقطة الثانية، التهني لعبد الله بن أحمد بن عود الرميذي المركز الثاني شاهين عليه هي وامر حتى الان. عصاتف الابطان، عصاتف الابطان، عروض ذاتيه وتلقائيه بلا اي توامر. العصا قوس كما يقال، العصا قوس وعباب، عباب عباب، هذا ركض ما ينتهي، هذا فيها الركض قوي ومثير. تهانينا والناموس على ابداعات عباب محمد بن خميس الابطاني. المركز الثاني ليمع بن عتيق الرميذي، بينما المركز الثالث فكان هملون سيب بن مصبح الأخير. سلام 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 عليكم يا بيت بن عنودة على هذا الفوز. كفيت ووفيت يا شقر، كفيت ووفيت يا شقر، والتهنية لمبارك على هذا الفوز، على تقديم هذه النوعيات الجميلة والمميزة. هنا الله الله يا شقر الله. المركز الثاني هذا هم غادر سلطان بن معه بن كلثم الخيلي. المركز الثالث ونقول خلاص نسلم، وين نسلم؟ الساد، الساد ميدان، ميدان الحصاد وبوابة رقم 11. اشكرك يا منصور، يا ابن محمد، يا ابن العنودة، يا العامري، قدم لنا هذا هو مبلش ما شاء الله مع الشوط الاول الرئيسي لحظات الوصول الى خط النهاية ما شاء الله. بينما المركز الثاني، هذا المركز الثاني رقم 20، هذا 20 ما شاء الله، منحاف منحاف منحاف. لا 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 يا ابن حميدة لا تخاف، دام عندك منحاف منحاف، سلامي والله على هذا الأداء، سلامي والله على هذا المستوى، سلام راعي الهدرة، سلام سلام راعي منحاف، سلام سلامي عليك يا ابن حميدة، يا ابن حميدة سلام. هذا الفوز من انتصر بمنحاف محمد بن سيف المبارك الخيالي بدون اي منافس على الاطلاق ولا منازع، نشاهدها امامكم عبر شاشة دبي ريسنج، حيث بانها تاتي بدون اي منافس. الله شوف شوف، خلت الجميع في رقعه والله، خلت في مرقاع ما شاء الله عليها، الله يبارك فيها ويطول عمر راعيها. تهانينا لعامر بن سعد الرفادة على فوز نواره بالمركز الاول بدون اي منافس على الاطلاق. المركز الثاني هذه اللي وصلها احتفال حميد بن عتيج بن محمد بن ضاح. شكرا ابو السبع، شكرا على هذا الحضور، بيض الله وجهك على هذا التقدم الكبير، لتقدم نجود اللي محافظه على هذا الشوط، محافظه على هذا الانجاز، بالفعل تقدم حضورها اثبات قوي. التوقيت التوقيت التوقيت، سجل يا حدث على هذا الحضور اللي قدمت نجود. الله 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 الله، خدمة كاملة الجحافي، سلام السلطنة، سلام من جمل أصايل إلى الأبيض، السلام إلى الأبيض وإلى السلطنة كافة بحضور هذا الشعار المتميز. مشكور يا بدانة، مشكور على هذا
الحضور الرائع والجميل لحظات الوصول بدون أي أوامر ولا تعليمات. ما شاء الله وتبارك الله. بينما المركز الثاني وين المركز الثاني والحضور مع مهود. سلام يا ابو سالم، سلام سلام يا مواري، سلام محمد على ظهر مواري باول الاشواط. سلام 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 يا الدرعي، سلام سلام على هذا الاداء، سلام يا ابو سالم احمد بن سالم بن محمد الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. اسعد الله صباحك على هذا الفوز المستحق بالمركز الاول والمركز الثاني. لحظات القدوم من اليوازي سالم بن علم سعيد الدرعي، والمركز الثالث حافظ رقم 2 هناك تندب على المركز الثالث النوع سراج على هذا الفوز والانتصار المتميز. سلام سلام اعتبار، سلام سلام اعتبار، سلام سلام يا ابو سالم، سلام اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. عبرت في الكيلو الاخير بلا اوامر بلا تعليمات. سلام اعتبار، سلام سلام على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول اعتبار. احمد بن سالم بن محمد الدرعي المركز الثاني، حمد رقم 5 سلهوده راشد بن سلطان بن سالم الدرعي، والمركز الثالث حامد